فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن الإبر المغذية وغير المغذية، هل تفطر؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصل أن صيام الصائم صحيح، طيب، أنه لا يجوز لنا أن نفسده إلا بدليل شرعي. فقد علم من الأدلة الشرعية أن المفطرات هي الأكل والشرب والجماع والإنزال بالمباشرة أو تقبيل أو نحوه، والحجامة والقي أيضا النفاس. ولكن إذا وجدنا شيئا حادثا وهو بمعنى هذه المفطرات أنه يلحق بها قياسا عليها، نعم، لأن الشريعة الإسلامية جاءت من لدن حكيم خبير، فلا يفرق فيها بين متماثلين ولا يجمع فيها بين متفرقين. وعلى هذا الإبر إذا لم تكن قائمة مقام الأكل والشرب فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. نعم. والأصل صحة الصوم وعدم فساده. أما إذا كانت تقوم مقام الأكل والشرب فإنها تفطر، لأنها بمعنى الأكل والشرب. وكما أسلفنا، نعم، أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. الذي نرى في قضية الإبر، طيب، أن ما كان منها يقوم مقام الأكل والشرب ويستغنى به عن الأكل والشرب إنه يفطر، وما سوى ذلك فإنه لا يفطر، سواء أخذ عن طريق الوريد أو أخذ عن طريق العضلات.